بيكي. بنرحب بحضرتك دكتور زارك 2018. اهلا بيكي. ممكن حضرتك تعرفنا بنفسك؟ انا استاذ دكتور مجدي فاروق، رئيس قسم القلب بكليه الطب جامعه حلوان. اهلا بيكي يا فندم. ممكن حضرتك تقول لنا ايه رايك في كارديالكس السنه دي؟ ما شاء الله التنظيم كل سنه والحمد لله بياخد تطور احسن. المدعوين ما شاء الله بيزداد العدد، بيزداد نوعيه التطور. الناس بدات تيجي من كل الجامعات من كل البلاد. يعني انا شايف ان كارديو اليكس بقى حاجه اساسيه في الكارديولوجي او جمعيه القلب المصريه، اصبح حاجه اساسيه، وانا شايف ان هو بيتطور كل يوم او كل سنه عن اللي قبلها. حضرتك ممكن توجه يعني تكلمنا شويه عن مرضى فشل القلب ومثلا ايه الجديد اتقال المؤتمر؟ تمام، ده سؤال كويس جدا، لان السنه دي بالذات ويمكن المؤتمر دوت اتعرض فيه دواء جديد خالص لسه يعني حديثا نازل. ده يعتبر انا بالنسبه لي يعتبر تطور هائل لمرضى فشل القلب. مريض فشل القلب بيعاني حاجات كتيره من ضيق النفس ومن الدخول المستشفى كل شويه ومن عدم القدره على ممارسه الحياه الطبيعيه كانسان عادي. واحنا بنعتبره انه مريض مزرب، والمريض احنا مش عارفين واقفين بنقف قدامه مش عارفين نعمل له حاجه رغم كل الادويه كل التطور في القلب اللي حصل، لكن حتى الان مش عارفين نهيئ لمريض فشل القلب حياه سعيده يقدر يعيش بيها حياته. الحمد لله والسنه دي يعني كارديو اليكس مشكورا اضاف لدواء جديد نازل جديد. هذا الدواء حتى الان اثبت فعاليه بنسبه تتعدى ل 20-30% في بعض الحالات و 40-50% في حالات اخرى. تطور كبير في الكواليتي اوف لايف، الكواليتي اوف لايف اللي هي حياه الانسان العاديه، ازاي بيمارس حياته. مريض القلب الفشل القلب ما بيقدرش يمارس حياته الطبيعيه، ما بيقدرش يطلع السلم، ما بيقدرش يروح يقابل اصحابه، ما بيقدرش يمشي في الشارع مده طويله. فده طبعا بيسبب له حاله نفسيه مش كويسه وبيسبب له، بالاضافه لحاجه العامل الاكبر دخول المستشفى على فترات كتيره، يعني كل شويه يخش المستشفى لان بيحصل ضيق في النفس جامد جدا لا يمكن علاجه في البيت وبالتالي يخش المستشفى. هذا الدواء الجديد اللي طالع جديد او اللي هو يعتبر طفره في عالم فشل القلب، الحمد لله بنسبه 30-40% هؤلاء المرضى قدروا يمارسوا حياتهم بصفه طبيعيه نتيجه ان الدواء ده بيشتغل على عده اجهزه. احنا عارفين مرضى فشل القلب في كذا سنتر في الجسم بيأثر فيهم، الدواء الجديد دوت بيأثر في اكتر من كذا سنتر فبيشتغل على اكتر من كذا حاجه. الحاجات دي كلها بتكون في المحصله في النهايه ان مريض القلب بيستطيع انه يمارس حياته الطبيعيه، يطلع السلم، يتحرك، يمشي، بالاضافه الى انه دخول المستشفى بقى على فترات اقل بكتير من الاول، وده بنسبه تعدي اكتر من 30%. ده طبعا انجاز كبير. والخبر اللي سمعناه حديثا دلوقتي، طبعا اي دواء بينزل جديد بيبقى غالي، فالدواء الغالي دوت بنقارن نسبه غلاء ثمن الدواء بنسبة فائدته. فوزارة الصحة الحمد لله الدكتور مجدي عبد الحميد رئيس جمعية القلب مشكورا أذاع لنا خبر النهاردة أن وزارة الصحة في صداها أنها هي توفر هذا القلب في مستشفيات الدواء في مستشفيات الصحة، يعني يبقى متوفر للمريض في مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي. ده طبعا إنجاز كبير جدا لأنه على قد ما هو غالي لكن بيوفر على الدولة دخول المريض المستشفى. المريض اللي بيخش المستشفى بيكلف الدولة آلافات آلافات، فدخول مريض المستشفى مرة واحدة بس في العمر بيكلفه قد كده. فلما الدواء دوت يقلل دخول المستشفى وبالتالي يوفر على الدولة مبالغ كبيرة، يبقى كده فائدته رغم ان هو غالي لكن غلاؤه قصاد عدم دخول المستشفى لمدة طويلة وفر على الدولة كتير. فالدواء ده ان شاء الله في القريب العاجل هيبقى متوفر في مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي، وده انجاز كبير وان شاء الله يكون موجود معنا باذن الله ان شاء الله. تحت امرك يا فندم.